مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلتكم بخير وصحة وعافية. اليوم جينا بوصفة جديدة، هم بسكت واقتصادي وموجودة المكونات بكل بيت. بسكت جوز الهند بنكهة البرتقال، كلش طيب. هذا شكل الظهر وهذا الوجه، راح نكسر واحدة قدامكم. هذا شكله كلش حلو ومفيد هم وقت المدرسة. تعالوا وياي راح نسوي العجينة. المقادير راح نسوي بسكت بجوز الهند وبنكهة البرتقال كلش طيب. عندنا زيت نص كوب، سكر بودرة والملح، راح نخلطهم. خلطنا السكر البودرة ويا الزيت، ايش راح نضيف؟ نضيف عصير برتقال وجوز الهند نفس المقدار كلتهم، نص كوب. نضيف فانيلا زرب للنكهة. نضيف أول كوب من الطحين ونخلطه. بيكنج باودر بس مو هواية، معلقة صغيرة. نضيف الكوب الثاني للطحين، راح نستخدم سباتولي، اي معلقة خشب ايش عندكم بالبيت تريدون بيتكم. هسه راح نشوف اذا تحتاج طحين راح نضيف له طحين بعد، اذا ما تحتاج راح نبقى على الكوبين بعد ما نحتاج السباتولي. لا تحتاج له طحين، راح نضيف له معلقة الطعام. العجينة صارت عندنا جاهزة، شوفوها لين بالكفوف، شوية تلزق بالكفوف بس كملت. تشوفوها راح نبدي نسويها كرات ونلوثها بجوز الهند ونخليها بصينية الفرن. نسويها لقد القطعة، هذا حجمها كلش حلو. عندنا جوز الهند راح نسويها بهاي الطريقة، نخليها بالصينية بصينية الفرن بهذا الشكل. هاي الكمية طلعت لنا، سوين راح ندخلها الفرن على درجة حرارة 200، أول مرة الأسفل وبعدين الوجه إن شاء الله مدة 20 دقيقة. وهذا بسكت جوز الهند صار عندنا جاهز كلش حلو، ريحة البرتقال كلش طيبة. هذا شكله وهذا الظهر. إلى هنا انتهت وصفتنا، بسكت بالجوز الهند الاقتصادي، مكوناته موجودة بكل بيت. إذا عجبكم هذا الفيديو تعليق حلو مثلكم ولايك، وإذا أنتم ما مشتركين بقناتنا اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يصلكم فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله. السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونوا كلتكم بخير وصحة وعافية. اليوم حبيت أقدم لكم أكلة دجاج بالخبز. عندي كيلو صدر منزوعة العظم، عندي زعتر بري، بابريكا حبيبات، وفلفل حار إذا عندكم الاثنين يصيرون، ملح، فلفل أسود، كاري، كركم، زيت زيتون للطبخ، خبز قرية يخبزوا بهاي الثقل راح نستخدمهم. عندي 4 حبات طماطم، عندي هذا الثوم الأخضر تازة جديد، وعندي كراث. الكراث التركي هذا الشكل، مو مثل شكل بالعراق، هذا الشكل التركي.
راح ابدي اقطع الدجاج حتى نثرمه بالماكينه، اثرمه كامل وارجع لكم. انتهيت من ثرم المواد، راح نبدي نقليها. ناخذ زيت زيتون، زيت زيتون اضفته بس الطاوه كلش حاره، يعني زيت زيتون ما يحتاج حمي. راح اضيف الدجاج، هسه راح اضيف الكراث، اخلطهم سويا. راح اضيف الثوم، راح اضيف الطماطم، راح اعطيهم يبقى مدة 15 دقيقة ننتظر عليه. نضيف التوابل، ملح، فلفل اسود، كاري، زعتر بري. طبعا هذا الفلفل نحن على مود نحن ما نريد ناكل حدادية هواية، بس الكمية لازم اكثر. كركم، الخلطة مالتنا استوت. راح نبدي بطريقة العمل بعد ما كمل استواء المكونات كلها مالتنا، راح نبدي هسه بمرحلة الخبز. افتح الخبزاية بهاي الطريقة وتريدون بصابعكم. اضيف المواد، طبعا جربوها كلش طيبة. هسه حمينا الطاوة عندنا، راح نشويها بدون زيت تحمص، نقلبها على وجه الثاني. هذا شكلها بعد ما تحمصت. راح ندهن وجهها بالزبد حتى تنطي طراوة ولمعة. بدي اقطعها على الشكل انتم اللي تحبوه، انا راح اسويها مربع اربعة قطع. هذا شكلها الداخل، لاحظوا داخل بطنها شو صارت داخل. هاي وصفتنا اليوم انتهت، وان شاء الله يا ربي تعجبكم، واذا عجبتكم لايك وتعليق حلو مثلكم. والى هنا اترككم في امان الله، مع السلامة. Thank you.
السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا زينين وباحسن حال. فيديو اليوم او وصفتنا لليوم هي العروق. العروق هي اكله مشهوره كلش بمدينه الموصل، وهي خاصه بس بمدينه الموصل. تتسوى بالعزايم، بالافراح، بالمناسبات، بالاعياد، يعني بكل الجماعات الحلوه تتسوى، لازم تكون موجوده. هي تشبه الكبة نوعا ما، بس بها اختلافات بسيطة راح تشوفوها اليوم، وطعمها كلش لذيذ. انصحكم تجربوها بعد ما تشوفون فيديونا. وهاي الاكلة هي اكلة وراثية خاصة بس بمدينة الموصل. اليوم راح ناخذكم ويانا ونشوفكم طريقة العمل. هنا أنا عندنا جريش او برغل ناعم، 4 اكواب مثل ما تشوفون، 4 اكواب برغل ناعم او جريش ناعم، خلها بالصينية، وبعدها راح نخلي فوقها الملح، وراح نخلي الخميرة. الخميرة هي عنصر اختياري، بس انصحكم تخلوها لانها تخفف شوية من دراكة العجينة، تنطيها شوية خفة وطراوة. لهذا احنا استخدمنا اليوم خميرة، حوالي 10-11 غرام من الخميرة. هنا مثل ما تشوفون بعد ما ضفت الملح والخميرة بديت اخلطها، وهنا أنا بديت اضيف المي. طبعا المي حسب الاحتياج، ضيفوا شوية شوية حتى لا بعدين تخرب بيتكم العجينة. ضيفوا شوية شوية مي وبعدين ابدوا قلبوا لحد ما توصل مثل ما تشوفون هذا القوام. وبعدين راح ابدي هسه اغلفها بالنايلون واخليها ترتاح 10-15 دقيقة وارجع لها. هنا هسه راح نبدي بالحشوة. عندي 4 بصلايات راح اقشرهن واقطعهن. تريدون تقطعوها بيدكم او تريدون تقطعوها باستخدام الثرامة اليدوية او الكهربائية مثل ما انتم تحبون. انا اليوم حبيت اقطعها بالثرامة اليدوية لانه البصل كان حاد، فما ردت عيوني تدمع عليه. هنا انا مثل ما تشوفون بعد ما قطعت البصل راح ابدي اقطع الدهن الخروف. لازم يكون دهن خروف، يعني سر الوصفة هو دهن الخروف، راح ينطيها طعم مو طبيعي. تقطعوا بيتكم، يعني لا تستخدموا ماكينة حتى لا يروح الطعم مالته. بيتكم قطع ناعمة مثل ما تشوفون بهالطريقة. طبعا راح نستخدمها هم بالعجين وهم بالحشوة، وراح تشوفون يعني راح نجيكم خطوة بخطوة. هنا أنا عندي البصل الأخضر هم أبدي أقطع شوية شوية ناعم مثل ما تشوفون بهالطريقة. راح اخليه بالجدر هذا للحشوة. راح اقطع المعدنوس همينة للحشوة. هنا احنا بمقادير الحشوة. البصل اللي اقسمه بالنص، قسم للحشوة وقسم للعجينة. العجينة يتخلالها خضروات مثل ما راح تشوفون. هنا انا عندي الطماطة، استخدمت طماطتين حبتين طماطة يعني، وبديت اقطعها مثل ما تشوفون. لازم تشيلون القشر مالتها حتى لا يطلع لكم بالحشوة يعني ويكون مو حلو. اللحم مثروم عندي 1 كيلو للحشوة. اللحم يتخلى بس بالحشوة، ما يتخلى بالعجينة. هنا انا راح اضيف ملح، فلفل اسود، ومعجون. هم يعني استخدمت معجون حار واستخدمت معجون طماطم. تقدرون تتخلون عن المعجون الحار اذا انتم ما تحبون حدادية. هنا انا راح اضيف 1/2 كمية الدهن الخروف، وراح ابدي اقلبها بالطريقة اللي تشوفوها. رجعنا هسه للعجينة مالتنا بعد ما ريحناها. مثل ما تشوفوها صارت قاسية شوية، راح ابدي اكسرها شوية بايدي، وبعدين راح ابدي اضيف لها مي حتى ترجع تاخذ القوام اللي نريده. ضفت لها ماي ولحد ما وصلت القوام هذا اللي دا تشوفه. هنا انا راح اضيف طحين او دقيق. الطحين او الدقيق يساعد العجينة على التماسك اكثر، يعني يخليها عجينة متماسكة، ما يخليها انه تتكسر بالشوي، لانه راح نضيف لها خضروات، فالمي مات الخضروات شوية ينطي طراوة أكثر للعجينة، فالطحين يلزمه أو يعني الدقيق يلزمه. هنا أنا ضفت الدهن مالت الخروف مثل ما تشوفون، الجزء الكام متبقي. وهنا أنا راح أضيف دهن حر. إذا أنتم ما عندكم دهن حر أو أنتم ما تحبون يعني تكون الأكلة كلش ثقيلة، تقدرون تتخلون عنها.
والمعجونات الطماطم همين اختياري، احنا ضفناه حتى ينطي يعني لون للعجينه، يخليه ينطيها لون حلو يعني. وهنا انا بديت اعجنها لحد ما وصلت هذا القوام. بالصينيه ماتي اخلي زيت، بعدها ابدي اقطع العجينه او اشنقها مثل ما يقولون اهل بغداد. اقطعها بهالحجم مثل ما تشوفون، كلها يعني حجم واحد. ردت اسويها اليوم، ما حبيت اسويها كبيره، حبيت اسويها وسط. هنا انا هذا حتى ندهن بيه الوجه مات العجينه او مات الاكله مالتنا. زيت نباتي ومعجون طماطه وبيضه، واخفقها زين لحد ما توصل لهذا الشكل حتى ادهن بيه الوجه. هنا نجيب النايلون تقصوه بالنص. ما عندكم نايلون علاقة نظيفة يعني، غسلوا العلاقة ونشفوها بعدين تقدرون تستخدموها. اجيب العجينة مالتي اخليها واسد فوقها النايلون، وبعدها ابدي افجها. اجيب القالب، انا استخدمت غطاء مال الجدر، انتو تقدرون تستخدمون اي قالب انتو تحبوه، احنا استخدمنا اليوم قالب غطاء الجدر. هيك مثل ما تشوفون كلها بنفس القياس سويناها طبعا حتى تطلع شكلها حلو مرتب. ضفت العجينة مع الحشوة مالتي العفو فوق العجينة. لا تضيفون حشوة هواية حتى لا بعدين ما يستوي او يعني يطلع طعمها مو مستوي مو طيب. فهيك تغطون فوقها تسدون فوقها. وهنا انا راح ابدي ادهنها بالخلطه اللي سويناها قبل شويه مات الطماطم والبيض والزيت مثل ما تشوفون هيك بهالطريقه حتى ينطيها لون حلو. وهنا انا راح اسوي الشكل الثاني اللي هو شكل الكسمايه او شكل الهلال. نفس الطريقه هيك نفتحها وبعدين نخلي العجينه على جزء واحد او على نص واحد، والنص الثاني نقلبه على النص الاول مثل ما تشوفون بهالطريقه. هسه بدي نحضرها للشواء، نخليها بالصينية وهم نضيف عليها الخلطة اللي سويناها قبل شوية ونشويها على درجة حرارة 200. أول شي الظهر بعدين الوجه، ضروري أول شي الظهر قبل الوجه حتى لا تحترق بعدين الأكلة. وبعد ما تطلع وتستوي تدهنون وجهها بزبد حتى ينطيها طراوة وما تيبس. وهذه هي كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. واذا انتم ما مشتركين قناتنا لا تنسون تشتركون وتفعلون جرس الاشعارات حتى توصلكم فيديوهاتنا ووصفاتنا الجديدة. واذا اكو وصفة او اكلة ببالكم تريدون نسوي لكم اياها كتبونا بالتعليقات وراح نسوي لكم اياها ان شاء الله. نشوفكم بعدين، نشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي. Thank you.
Thank you.
Thank you.
مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير وصحه وعافيه. اليوم جينا بوصفه جديده، معجنات شتويه دخلنا بيها الدارسين. طعمها كلش طيب، مفيده بالشتاء لان الدارسين ينطي حراره للجسم بالشتاء. ووصفه كلش سهله وبسيطه، ومكوناتها موجوده بكل بيت. حشيناها كاكاو، راح اشوفكم اياها. والحشوه سويناها نوتيلا داخل البيت. شوفكم الفارغة ما محشية، كلش حلوة شنها كيك. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. تابعوني شلون راح نعمل المقادير. قبل ما تتابعوني، اذا انتم ما مشتركين بقناتنا اشتركوا وفعلوا الجرس حتى تصلكم فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. وهسه راح نبدي بالمقادير، طريقة عمل المعجنات. عندي هاي المقادير، راح نضيف كوب حليب دافي، شكر معلقة ملكل، ملح، ظرف خمرة العفو، ظرف فانيلا، بيكنج باودر، حليب توز، نيدو أي حليب نوعية عندكم بالبيت، كريم شانتيه، بيضة كاملة. اخلط المواد، من يذوب عندنا الشكر والخمرة ونبدي نضيف الطحين بالتدريج. هنبدي نضيف اول كوب منخوله كامل الطحين، نضيف ثاني كوب، بدأت تثقل عندنا العجينة. إذا عندكم ماكينة بالبيت تقدرون تسووها بالعجانة. نضيف الكوب الثالث من الطحين، نسويها بيدنا. معلقة ملعقة زبد، رشينا برشة خفيفة على الكاوندر، نبدي نعجنها مثل ما كأنها تتعجن بالماكينة بهاي الطريقة. الطحين اللي رشيناه على الكاونتر مو كله راح نستخدمه، نستخدم شويه. شوفوا صارت كانه هي بالعجانه عاد تنعجن بهاي الطريقه، كلش حلوه. هنا هواي يقولون احنا ما عندنا عجانات، الايد افضل. هاي من المعجنات الشتويه كلش طيبة، راح نبدي نحشيها. شوفوني شو حلوة راح تصير. هاي نجيب لنا كاسة نظيفة، نصب قليل من الزيت بهذا الشكل. بدأت تختمر، راح نتركها تختمر ونرجع لكم. عندي معلقة شكر، نسوي الحشوة دارسي أو قرفة،
حبدي أسوي حشوة ثانية. عندنا هذا المقدار كوب مات شاي أو الاستكانة شكر، نفس القياس زيت، قياس الحليب بس بارد يكون. راح نسوي نوتيلا مالت البيت، يعني نوتيلا اللي تصنع بداخل البيوت. نضيف معلقتين كاكاو مطعم، واحدة هاي اثنين، ثاني لظرف ندير المكونات على الخفيف. عندكم خلاط بالبيت مالت العصير يصير، ما عندكم هذه راح نسوي بيها. شوف الثخن صارت مثل النوتيلا، بس هاي نوتيلا بيتية. نحن نريد هذا الثخن وهذا القوام، كل الزينة هاو. راح نخليها بالثلاجة لحد ما تختمر عندنا العجينة، عندنا النوتيلا هم كم بردت. عندي هذا القالب مال كب كيك، راح نسوي بيه المعجنات. اجيب قطعة زبد بس يكون جامدة شوية، مهم، وندهنه. دهنت القالب وكملته، راح اتركه بصفحة. الحين ما نشوف العجين اذا اختمر نبدا نقطع ونخلي داخل الكب كيك. هاي عجينتنا اختمرت، عندنا الكاونتر نظيف ما بي اي شيء يكون. حبدي اقطعها الى 12 قطعة. هذا الحجم كلش حلو. هذا الحجم كلش كافي، راح نتركها مدة 10 دقائق تختمر مرة ثانية ومن بعدها ندخلها الفرن. الكمية طلعت 12 قطعة، راح ناخذ قطعة. ايش راح نسوي؟ عندنا هنا ذوبنا زبد، زبد الدهن ايش تريدون بالبيت عندكم. ايش راح نسوي بالخليط اللي سويناه مال الدارسين والكاكاو والشكر بهذه الطريقة، ونخليها بالكب كيك. الطريقة الثانية، إذا الأطفال ما تحب الدارسين ويا الكاكاو، إيش راح نسوي؟ الطريقة الثانية راح نطمسها بالزبد، وبعدين نخليها بالشكر. هذا شكلها كلش حلو. نتركها مدة 10 دقائق ومن بعد ندخلها الفرن.
وهاي عجينتنا بعد ما تركناها مدة 10 دقائق. شوفوا جيت حلوة صارت، تفطرت العجينة لأن اختمرت زايد. عندنا الدارسين صارت مثل التربة من تتفطر الأرض، ما بيها ماي، شكلها كلش حلو. هسا راح ندخلها للفرن مدة 20 دقيقة، أول مرة الأسفل وبعدين الأعلى على درجة حرارة 200. والمعجنات صارت عندنا جاهزة، خلصنا خبزها، شو شكلها كلش حلو، راح أشوفكم إياها. هذا الظهر، هي ملت الشكل، هذا ظهرها شكلها كلش حلو، صارت تشبه الفطر أو المشروم. راح نتركها لحد ما تبرد، من بعدها نبدي نحشيها. راح أشوفكم واحدة ثانية. نشيلها من القالب ونخليها على السباية ونتركها لحد ما تبرد، بعدها نبدي نحشيها. النوتيلا اللي سويناها، النوتيلا البيتية، شوف شكلها، شوف القوام مالتها كلش ثخينة. هاي إذا سويتمها وبقيتمها بالثلاجة قد ما تبقى كل شي معك عليها، لو حتى تبقى مدة طويلة يعني بالثلاجة ماكو أي شي عليها. هسا شلون راح نبدي نزرفها؟ راح اجيب اخذ قطعة من هنا نزرفها باي عودة، عودة سكينة ايش عندكم تقدرون تزرفون بيها بهاي الطريقة. ثانية بحالة نحن ما عرفنا انترست او ما انترست من هاي المكان نقدر. صار زايد بطنها. والمعجنات الشتوية صارت عندنا جاهزة بعد ما تركناها وحشيناها النوتيلا اللي سويناها بالبيت، النوتيلا كلش طيبة. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، أترككم في أمان الله، مع السلامة. خلينا 3 كواب طحين ابيض وكوبين طحين اسمر.
راح نضيف الشكر، معلقة من الطعام، نضيف الخمرة، هذه الخمرة، نضيف قليل من الملح، نضيف الماء لأن على حسب نوعية الطحين شقد يحب ماء، يحب هواي يحب قليل ما نعرف، احنا نضيف بالتدريج ونشوف الشمس تصير العجينة مالتنا. راح نضيف زيت تقريبا 4 معالق، نغطيها بالنايلون الرباعي ونتركها لمدة 20 دقيقة ونرجع لها بعد راح نحضر شغلات البيتزا، اللحم والزيتون، وبعدها نرجع لكم. راح نحتاج 4 طماطات بهذا الحجم، راح أسويها قدامكم. لازم نقشرها، نشيل القشر مالها. نقشرها ونثرمها ناعم وارجع لكم. راح ننتظرها تنطبخ في الدقيقتين 3 ونضيف المعجون. استوت الطماطة لساتها، راح اضيف له المعجون، هذا المعجون علبة. أضيف له فلفل أحمر، الصلصة مع الفلفل الأحمر، هالقد راح نضيف. نتركه في الدقيقة تغلي. هاي بصل بودرة، ثوم بودرة، راح نضيف ملح،
بعد ما غلت مدة دقيقتين راح نطفيها عن النار.
تحدد.
Thank you.
Thank you.
Thank you.